حجة أنسلم الوجودية، أنسلم's ontological argument. واحد من أكثر فلاسفة العصور الوسطى إبداعاً هو القديس أنسلم أسقف كانتربيري، اللي بيعد واحد من أهم رهبان المسيحية والمدافعين عن اللاهوت المسيحي في عصره. في اثنين من أهم أعماله، مونولوج في عقلانية وجود الله مونولوجين، وخطاب في وجود الله برازلوجين، طرح جدليات في محاولة لإثبات وجود الله. أنسلم حاول يقدم جدلية متكاملة في ذاتها، بمعنى إنها مش محتاجة غير نفسها لإثبات صحتها وكافية لإثبات وجود الله، وإن في وجود لإله عظيم غير محتاج لشيء آخر، وكل الموجودات الأخرى محتاجة له كي توجد. أنسلم اعتقد إنه قدم الحجة دي في الكتاب الثاني من عمله خطاب في وجود الله. بالحقيقة الجدلية طرحها أنسلم كنتيجة لتأملاته حول عبارة في مزامير داود، وقد قال الجاهل في قلبه لا إله، المزامير 1:14. الجدلية من الممكن وضعها على الصورة الآتية: 1. كل البشر بما في ذلك الملحدين قادرين على استيعاب مفهوم الله، على إنه الكائن اللي مفيش أي شيء أعظم منه. 2. إذن كائن مفيش أي شيء أعظم منه من الممكن استيعاب وجوده في العقل. 3. من الممكن تصور وجود كائن لا يوجد أعظم منه في العقل والواقع. 4. الوجود في الواقع أعظم من الوجود في العقل. 5. وبالتالي كائن لا يوجد كائن أعظم منه من الممكن وجوده في العقل بدون الواقع، يجعله مش أعظم كائن ممكن الوجود. 6. إذن لابد من وجود كائن لا يوجد أعظم منه في الواقع. زي ما أنت شايف، حجة أنسلم أحد صور الحجة الوجودية من المفهوم. المعطى الأول مباشر وما بيقدمش أي ادعاءات عن إن كان الله له وجود من عدمه. ببساطة أنسلم بيجادل إن أي شخص عاقل لابد إنه يمتلك ملكات عقلية قادرة على إدراك فكرة وجود كائن عظيم لا يوجد أعظم منه، أي كمال العظمة. حتى الملحد اللي بينكر وجود الله لابد على الأقل إنه يتصور في عقله وجود الكائن كامل العظمة قبل ما يقدر ينكره، لأن علشان الفرد يقدر ينكر أو يثبت وجود الكائن ده لابد الأول إنه يستوعب ويدرك مفهوم الكائن. إذن لابد من وجود الكائن العقلي ده في أبسط الحدود. السؤال اللي بيدور في عقلك دلوقتي: هل من الممكن وجود الكائنات في العقل فقط؟ في الحقيقة في 4 أنواع من الموجودات: كائنات موجودة في العقل فقط زي الحصان المجنح، أمنا الغولة أو بابا نويل، وكائنات موجودة في الواقع فقط زي مثلا نجم أو مجرة لم تكتشف بعد، وكائنات موجودة في كل من العقل والواقع زي مثلا أهرامات الجيزة، وأخيرا كائنات غير موجودة لا في العقل ولا في الواقع زي مثلا مترو الأنفاق في عهد الملك رمسيس. ارجع لسلسلة ما وراء الطبيعة لو عاوز تعرف أكتر عن طبيعة وأنواع الموجودات. المعطى التاني بيقول: بما إن الكائن كامل العظمة ده من الممكن تواجده في العقل، إذن هو إما كائن موجود فقط في العقل أو في العقل والواقع طبقا لأنواع الموجودات الأربعة. ومن هنا أنسلم بيطرح قلب حجته في المعطى الرابع: إن الكائن كامل العظمة لابد إنه يتواجد في الواقع والعقل معا. غالبا هتتفق معايا إن ده معطى قابل للجدال، ما تستعجلش هنرجع نناقش المعطى ده بالتفصيل. والمعطى الخامس بيندرج من المعطى اللي قبله: لو فعلا الكائن كامل العظمة موجود في الواقع والعقل معا، إذن كائن موجود في العقل فقط من غير الممكن إنه يكون الكائن كامل العظمة، وإلا نبقى بنناقض نفسنا. وبالتالي النهاية المنطقية الوحيدة إن الله الكائن كامل العظمة موجود في الواقع. في الحقيقة في عدد كبير من الردود اتوجه لحجة أنسلم الوجودية منذ لحظة ميلادها حتى بيد المتدينين نفسهم.